الغربال، ايه الجديد؟ ايه الجديد في انه الدنيا كلها ماشيه على انه في سيستم خاص بالقيد والانتقالات، وبيغلق الباب بتاعه عند الساعه 12 مساء 31 يناير، يقفل القيد الشتوي. التي ام اس ده نظام عالمي الفيفا عمله علشان يدير حركه الانتقالات حول العالم بين كل الناس، وتجربة ثبت نجاحها وعملت نوع من الانضباط شوية. فجأة الاتحاد المصري لكرة القدم عنده ديون كتيرة، كل مجلس الجهاز المركزي للمحاسبات يسجل عليه ملاحظات انه في تقاعس في تحصيل الديون، وصلت تقريبا لمية وحاجة وعشرين مليون. حد يقول لك ليه الأندية مديونة للاتحاد؟ الديون دي جاية منين؟ لأنه نادي الزمالك لوحده عنده تقريبا 69 مليون وكسر ديون عليه للاتحاد. الديون دي جاية منين؟ جاية من ثلاث أربع نقط. النقطة الأولانية، أنت المفروض لما بتروح تسجل لعيبة جديدة بتدفع رسوم، ورسوم مش قليلة، يعني يقرب من مليون عن اللاعب. النقطة الثانية، النادي بيبيع حقوق البث بتاعت مباريات الدوري، والمفروض يودي للاتحاد النسبة بتاعته تقريبا 15%. الزمالك ما بيوديش. غرامات بتفرض وعقوبات بتفرض على اللاعبين والمدربين والرؤساء الأندية، زي ما انتوا بتتابعوا تغريم المدرب فلان الفلاني قد كده علشان ما حضرش المؤتمر، تغريم اللاعب فلان الفلاني وإيقافه كذا، الغرامات ما بتتحصلش. كل بالإضافة طبعا للاشتراكات السنوية اللي بتدفع. مراكمة الديون وصلت لرقم كبير. اتحاد الكرة لقى نفسه بيشحت، مش لاقي يقدر يسدد مرتبات مدربين وناس عنده. يعمل ايه؟ قال لك مفيش حد هيدفع، هيسجل لعيبة جديدة ويدخل على التي ام اس من غير ما يدفع 25% من الديون بتاعته، مش هنقول الفلوس كلها، ويجدول الباقي. نظم ده وفرض ده على الجميع، لدرجة انه نادي زي نادي اسوان الناس فعلا ظروفها المادية صعبة جدا، لانه طول الموسم راكب طيارات مسافر في كل حتة، فريق على سفر باستمرار، عنده فعلا مصاريف كتيرة، قدر يدبر امره عشان يلحق يسجل لعيبته. الاهلي اول من بادر بتسديد المطلوب منه. اذا الكل التزم والكل انضبط. مجلس إدارة الاتحاد شمر عن ساعديه وسيبني يا جدع، إيه قال لك محدش هيسجل إلا لما يدفع وعلى جثتنا. دخل في المشكلة بتاعة الساعات الأخيرة ل 31 يناير مع نادي الزمالك، وحصل اللي حصل وشفتوا التفاصيل، والاتحاد قال لك أبدا مش هيحصل. هنا المفروض الأمر بين وواضح، وخضع لكل الانديه 17 نادي التزموا باللي الاتحاد قاله. نادي الزمالك ما سددش، ما دفعش، ما سجلش، بقت الخناقه والمشكله. اتحاد الكوره قال لنادي الزمالك من تحت لتحت روح للفيفا، فعمل نادي الزمالك مذكره راح بيها للاتحاد الدولي، اخبرنا وفتينا. الاتحاد المصري مرت عليه المذكره وقال وجهه نظره هو اخر في الرواية اللي قالها. الفيفا النهاردة رد هذا شأن داخلي، ده جواب الفيفا. والجزء الثاني المهم جدا والجملة المفصلية في الموضوع، وعليكم التأكد من اتخاذ النادي المذكور الإجراءات القانونية السليمة لعملية القيد. هو ده مربط الفرس. أنا بقول لكم دي حاجة داخلية، أهل مكة أدرى بشعابها، لكن اتأكدوا. بتسألني ليه؟ اتأكدوا، ده المهم، اتأكدوا إنه النادي المذكور اتخذ الإجراءات الإدارية السليمة للقيد. هنا إيه هي الإجراءات السليمة للقيد؟ عشان يكون من حقه يسجل دلوقتي ولا لأ؟ رقم واحد إنه بيراجع ويعتمد العقد من المنطقة التابعة اللي هي منطقة الجيزة. إذن أنت بتبدأ بمراجعة وتوثيق في المنطقة. بتبدأ رقم الخطوة الثانية توثيق العقد في الاتحاد. الخطوة الثالثة
تسديد الرسوم المستحقة. تسديد الرسوم المستحقة. لو عملت الثلاث خطوات بتسجل. هنا القضية مش قضية المديونية والديون ودفع كام وما دفعش كام. لأنه بمجرد ما الجواب جه اتحاد الكرة قام مسرب للإعلام جملة إنه نادي الزمالك النهاردة دفع جزء من الشيكات، جزء من المديونات اللي عليه بشيكات مستحقة الدفع وهيجدول الباقي. طيب يعني الجزء اللي اتسدد ده 25%؟ ايا كان هي، لا يعني مش ايا كان، هو قال انا سدد البدايه سدد 25% زي بقيه الانديه. هو حتى الان مفيش حاجه اتقالت من الاتحاد الرقم اللي جاله كام، بس دي تشريبه. ماشي. اللي اتقال على الاتحاد ايه بقى؟ تلقى الاتحاد المصري لكره القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحه اجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك خلال فتره القيد الشتويه الاخيره، وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأنه شأن داخلي. وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم، دي الجملة اللي أنا بقول لكم مفصلية، على الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد. قبل غلق القيد أنت عملت الإجراءات دي ولا لا؟ وبناء على ذلك والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات جاري إحالة الأمر إلى اللجنة برئاسة المستشار عادل الشرباجي للفحص والرد. هنا يا جماعة المشكلة الكبيرة في ثلاث نقط. الفيفا باشمهندس قال لهم على الاتحاد مسؤولية التأكد إن الإجراءات تمت ولا لا. لو الزمالك وثق العقود في المدة القانونية يطلع ورقة التوثيق اللي هي قبل 31 يناير 12 بالليل. دي الاجراءات اللي الفيفا بيتكلم عليها. انت وثقت، وريني العقد الموثق وتاريخه. انت سددت الرسوم، وريني ايصال السداد. هي دي صحه المستندات. هو ده اللي يخلق تكافؤ الفرص والعداله بين الانديه.